أعلنت مايكروسوفت رسمياً عن زيادة السعة الافتراضية المجانية التي تتيحها ميزة VPN في متصفح إدج إلى 5 جيجا بايت بحسب ما ذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي. وكانت مايكروسوفت قد أضافت ميزة VPN إلى متصفح إدج مطلع العام الماضي، وهي لا تزال قيد الاختبار حتى الآن، وأتاحت للمستخدمين سابقاً سعة قدرها 1 جيجا بايت فقط كل شهر عند التصفح عبرها، قبل أن تعلن الشركة عن زيادة تلك السعة الشهرية. وتقدم مايكروسوفت تلك الميزة بالتعاون مع شركة كلاود فلير المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتطلق عليها اسم الشبكة الآمنة. وتقول مايكروسوفت إن هذه الميزة مفيدة لتأمين المستخدمين عند زيارة مواقع إنترنت غير آمنة أو التصفح باستخدام شبكات الواي فاي العامة أو عند الحاجة إلى تصفح الإنترنت في الخفاء. شارك مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مقطع فيديو في منشور له على فيسبوك يشرح آلية عمل الميزة الجديدة في واتساب التي تسمح بنقل كافة المحادثات من هاتف لآخر عبر مسح رمز القراءة السريع QR code من الهاتف القديم باستخدام الهاتف الذي يود المستخدم نقل المحادثات إليه، وبشرط استخدام حساب واتساب نفسه بطبيعة الحال. ووفقا لزوكربيرغ فإن طريقة النقل الجديدة أكثر وضوحاً وأماناً، ولا يحدث النقل إلا بين الجهازين، كما أن البيانات المنقولة تكون مشفرة بتقنية التشفير التام. وتغني هذه الميزة الجديدة عن استخدام النسخ الاحتياطية من المحادثات التي ترفع وتحمل من خدمات التخزين السحابية أو استخدام برامج خارجية. وحالياً تتيح الميزة الجديدة نقل المحادثات بين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه. دخل أول دواء يبتكر بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تجارب سريرية مع مرضى من البشر هذا الأسبوع، حيث ابتكرت إنسيليكو ميديسن، وهي شركة ناشئة في مجال التقنية الحيوية مقرها هونغ كونغ، عقاراً لعلاج التليف الرئوي المجهول السبب، وهو مرض مزمن يسبب ندبات في الرئتين. وقال أليكس جافورونكوف المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إنسيليكو لشبكة CNBC الإخبارية الأمريكية إن هناك عقاقير أخرى صممت باستخدام الذكاء الاصطناعي قيد التجربة، لكن عقارنا هو أول دواء له هدف وتصميم جديدان مولدان باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وأضاف: نحن متفائلون بأن هذا الدواء سيكون جاهزاً للسوق ويصل إلى المرضى الذين قد يستفيدون منه في السنوات القليلة المقبلة.